حاكم ولاية البطحة جيم تامينديرغو حاملا أداة الحرث بجانبه عدد من الفلاحين والفلاحات بمنطقة مانديلي الواقعة بالقرب من مدينة آتيا يعطي صافرة البداية لحملة الموسم الزراعي 2022-2023. وكانت الحملة السابقة بحسب مندوب الزراعة بالبطحة عبد الله آدم عمر لم تعطي نتائج مرضية، ويرجع ذلك إلى تغير المناخ الذي يتسبب في اضطراب هطول الأمطار، ولكن أيضا بسبب هجمات الطيور المهاجرة والجراد وعدم استخدام المزارعين للبذور المحسنة. الزراعة التشادية تواجه تحديات تغير المناخ. هذا هو الموضوع المختار لهذه الحملة التي قال والي ولاية البطحة جيم تامينديرغو إنه يبني عليها كل آماله من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي. وعليه دعا الوالي جميع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الولاية إلى أن يكون لكل منهم هكتار واحد على الأقل من الحقول للمشاركة في الأمن الغذائي. وأعرب ممثلو المزارعين عن ارتياحهم للاهتمام الذي توليه سلطات الولاية للزراعة، وهو ما ينعكس في هذا الإطلاق، لكنهم يأملون في الحصول على مزيد من الدعم بالبذور المحسنة والمعدات الزراعية الحديثة لإنتاج المزيد.